ولو باب بقلك فوق ال 100 مره ببعت لك 100 مساج ما بترد علي. يمكن كنت نايمه مش واعيه على حالك شو حكيتي. سوري عن جد بعتذر، بس كنت كثير تعبانه واعصابي تلفانه باب. وهلا كيف صارت اعصابك؟ ان شاء الله احسن. بس شفتك ارتخت قاسم، بس طلعتني بقى لنوم. ما تقولي لي ما نمتي. كيف بدك يعني نام وانت ما عم ترد علي؟ مسامحة بس بشرط. اوكي. إذا كنت محضرة أكل طيب. ولو باب، بقول لك ماني نايم بتقلي إذا محضرة أكل طيب. هلا بناكل بتفوت بتنامي. يا ريت، عندي مستشفى. سوري يا قلبي لأنك بقيتي بلا نوم بسببي. بس ما قدرت رد عليكي. كنت كثير مضايق. ما تنسي إنك جرحتيني. بالنهاية أنا حاسس بالذنب لأنك عم تصرف علي. أنا عندي كرامة بالنهاية كمان. حياتي أنت، ما بدي إياك تحس بالذنب ولا بدي تحس حالك غلط. ما علي إذا ضحينا شوي، ما نحن عم نأسس لمستقبلنا. أمل، بدي إياك تضلي تتذكري إنه أنت قررتي إنه أنا كفي بالطب. لما ما عدنا قدرنا اثنيناتنا نكفي قصة الجامعة. لو ما هيك كنت أنت هلا عم تدرسي وأنا عم بشتغل كرمال نغطي مصاريفنا، ما تنسي؟ ماني ناسية. ماني ناسية باب. خلص هلا راح لي كثير بقى قليل. بدنا ننتبه على مصروفنا أكثر شوي. شو يعني ننتبه على مصروفنا؟ ما عم بفهم. كيف يعني بدك إياه ننتبه على مصروفنا؟ ظهر لبرا ما عم نظهر. كم سنة صار لي مشتري قميص بشرفك؟ طب ولا أنا؟ إيه ولا أنت يعني إنه كيف بدك إياه يروح على المستشفى وعلى الجامعة ماشي كرمال ما نحط بنزين هيك بنكون انتبهنا على مصروفنا؟ طب أنا عندي فكرة. مش الناس بيربوا حيوانات؟ ليه ما بنبيع السيارة وبنشتري حمار؟ بنروح وبنجي فيه على المستشفى. حلوة، نشوف فيها يعني. مش عيب. حمار. حمار؟ إذا هي فكرتك، قومي حضري 10 غالي حمار اللي قاعد حديك مشان يكون مبسوط. تكرم. تكرم. ماشي. دجاجة؟ نعم. يا بوب ستار انت.